السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن موبايل الأوبو رينو 6 وهنستعرض مع بعض كل إمكانيات ومواصفات الموبايل. بس ياريت قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد، وما تنساش تدعمنا بلايك لأن ده بيفرق معنا بشكل كبير جدا وبيخلينا نقدر نقدم فيديوهات تانية كتير. في حاجة عايز اتكلم عنها الاول، ان اغلب الناس بتتكلم ان موبايل الاوبو رينو 6 نازل بنفس امكانيات موبايل الاوبو رينو 5، ولكن هنا في خطأ كبير جدا من الناس اللي ما تعرفش ان موبايل الاوبو رينو 6 هيكون فيه حاجات مختلفة تماما عن موبايل الاوبو رينو 5. التصميم بيكون واحد لموبايل الرينو 5 وكمان المعالج بيكون واحد، ولكن هنا في اختلاف كبير جدا في السوفت وير، ده اللي هنتكلم عنه في فيديو النهارده. فياريت تدعمنا بلايك لان ده بيفرق معانا بشكل كبير. من حيث محتويات الموبايل الاوبو رينو 6، هنا الموبايل بيجي بالضمان والجراب السيليكون، وكمان بيكون معاه السماعه والشحن ال 50 واط. هي تقريبا نفس محتويات موبايل الاوبو رينو 5، هو الشاحن اللي بيكون بقدره ال 50 واط اللي هيخليك تقدر تشحن الموبايل من 0% ل 100% في خلال 45 دقيقه، وكمان مع سماعه اوبو الكواليتي بتاعها اللي بيكون عالي جدا في الميوزك او استخدام الالعاب. مبدئيا كده الرينو 6 هينزل بنسختين، نسخة رينو 6 ونسخة رينو 6 5G، والنسختين بيكونوا 8 جيجا رام مع مساحة 128. في فيديو تاني هنتكلم عن موبايل الأوبو رينو 6 النسخة 5G، ولكن في الفيديو ده هنتكلم عن الرينو 6 النسخة العادية. أول حاجة، موبايل الأوبو رينو 6 النسخة العادية مش الـ 5G بيكون أندرويد 11 مع واجهة مستخدم أوبو اللي هي كولر او اس 11.1. طبعا الواجهة دي اللي هي كولر او اس 11.1 هي اللي اتحدثت مؤخرا في موبايل الاوبو رينو 5. النسخة الجديدة دي لواجهة المستخدم اللي هي الكولر او اس 11.1 قدرت توصل موبايل الاوبو رينو 5 او موبايل الاوبو رينو 6 من 8 جيجا رام لغاية 13 جيجا رام. اما من حيث التصميم لموبايل الاوبو رينو 6، هنا الموبايل بيجي من البلاستيك من مادة البولي كربونايت مع وجود الاربع كاميرات الخلفية في ظهر الموبايل وفلاش ليد. وزن الموبايل بيكون 173 جرام مع السمك النحيف جدا اللي بيوصل ل 7.8، طبعا مع نفس انحناء الجوانب زي موبايل الاوبو رينو 5 اللي هو 2.5 دي. والانحناء ده بيخليك تقدر تمسك الموبايل بكل سهولة سواء لو بتحب تشوف فيديوهات او بتستخدم العاب. الموبايل بيدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع نانو مع امكانية تركيب كارت ميموري زيادة مساحة تخزين، مع وجود منفذ السماعات ال 3.5 ملي. هنا الموبايل مش بيجي بصوت ستيريو، ولكن بيدعم خاصية الدولبي أتموس اللي هتخليك تستخدم تجربة صوتية ممتازة جدا، مع بصمة الموبايل اللي هتكون مدمجة في الشاشة وأدائها هيكون متميز جدا وخصوصا بعد تحديث الواجهة. هنا من حيث تصميم ظهر الموبايل هو نفس تصميم موبايل الأوبو رينو 5 من حيث تدرج الألوان، يعني بأكتر من زاوية هتقدر تاخد أكتر من لون، ولكن هنا هيختلف شوية إن الموبايل بيميل للون الأخضر شوية. اول حاجة هنا مكان الاربع كاميرات هنا بيكون معدني مش بيكون بلاستيك، المكان هنا فعلا بيكون معدني عشان يقدر يقاوم الصدمات. ده كان من حيث التصميم للموبايل الاوبو رينو 6. هنتكلم دلوقتي عن الحاجة المهمة وهي الشاشة. اول حاجة هنا الشاشة بتيجي بمساحة 6.4 من 100 انش بجودة فول اتش دي بلس بدقة 1080 في 2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 410 بكسل لكل بوصة. كمان الشاشة بتيجي من نوع أمالود مع معدل التحديث 90 هرتز مع وجود الكاميرا الأمامية اللي هتكون على يسار الشاشة. طيب إيه اللي اختلف هنا من حيث موبايل الأوبو رينو 5 عن موبايل الأوبو رينو 6 من حيث الشاشة؟ أول خاصية هنا اختلفت اللي هي الـ AI Frame Adjustment. طيب الخاصية دي بتعمل إيه؟ الخاصية دي بتخلي لك ثبات الفريم إلى حد ما قوي. اي موبايل بيسخن بيسقط فريمات، يعني انت لو بتحب تلعب العاب كتير على الموبايل، هنا اول حاجة لو الموبايل لو سخن معاك الفريمات بتقل تلقائيا، وده اللي بيخليك ما تقدرش تحكم على الموبايل ان الموبايل بيكون معاك 60 فريم وانت وبتستخدم الالعاب بتحس ان الموبايل 30 فريم. الخاصية دي بتقدر توصل الفريمات الى حد ما لشكل ثابت ما بتقللش اداء الفريم، ودي يعتبر اول خاصية جديدة معانا هنا مختلفة عن موبايل الاوبو رينو 5 واللي هي خاصية الـ AI Frame Adjustment. الخاصية الاقوى طبعا موجودة معانا وهي خاصية الـ Hyper Boost اللي هتخليك تقدر تستخدم الالعاب بشكل اساسي وبتحسن من اداء الشبكة اثناء استخدام الالعاب. كده اداء الفريمات هيكون معانا اقوى عن موبايل الاوبو رينو 5، وكمان خاصية الـ Hyper Boost اللي زي ما قلت هتقدر تخليك تستخدم الألعاب بشكل أساسي لأنها بتحافظ على قوة الشبكة أثناء استخدام الألعاب.
كمان الميزة الممتازة جدا اللي اتضافت في الهاردوير وهو نظام التبريد لموبايل الأوبو رينو 6. هنا نظام التبريد بيكون متعدد الطبقات، بيكون 5 طبقات تبريد جرافيت نحاس مبرد جل، وده اللي هيخليك فعلا ما تحسش ان الموبايل بيسخن معاك بشكل كبير اثناء استخدام الالعاب. الحاجات اللي بدأت تضاف دي لموبايل الأوبو رينو 6 فعلا ما كانتش موجودة في موبايل الأوبو رينو 5، ولسه مكملين الحاجات المختلفة عن موبايل الأوبو رينو 5 عن موبايل الأوبو رينو 6. نروح هنا للأداء والمعالج. الموبايل بيجي بمعالج من شركة كوالكوم سناب دراجون 720G. فعلا هنا المعالج سناب دراجون 720G هيكون نفس المعالج لموبايل الأوبو رينو 5، هو سناب دراجون 720G. المعالج للموبايلين واحد زي ما قلنا، ولكن اختلاف الفريمات ده هيساعدك بشكل كبير جدا عن موبايل الأوبو رينو 5، وكمان 5 طبقات التبريد الجرافيت نحاس مبرد جل اللي أدائهم هيكون ممتاز جدا ومش هتحس بسخونة للموبايل أثناء استخدام الألعاب. هعمل لكم فيديو مفصل عن خاصية الهايبر بوست اللي هتخليك تقدر تستخدم الفريمات بشكل عالي جدا. خاصية الهايبر بوست دي هتكون موجودة في الأوبو رينو 6، وهتقدر توصل الفريمات للعبة ببجي ل60 أو 70 فريم. كمان مع بطارية الموبايل اللي بتكون 4310 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 50 واط. ال50 واط هنا هتخليك تقدر تشحن الموبايل 5 دقايق يوصلوا معاك 19%، ولو 10 دقايق يوصل معاك الموبايل ل 34%، وفي خلال 48 دقيقة بالظبط الموبايل بيوصل معاك 100%. هنتكلم دلوقتي عن ال4 كاميرات الخلفية لموبايل الأوبو رينو 6. الكاميرا الأساسية بتكون بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8. كمان الخاصية اللي اضافت جديدة لموبايل الأوبو رينو 6 من حيث الكاميرات، وهي خاصية الـ AI باليت. على سبيل المثال للخاصية دي، لو انت اخدت صورة وعايز تعمل نفس فلتر عجبك من صورة قديمة موجودة عندك على الموبايل ولكن لحد من زمايلك، على سبيل المثال لو لون بحر او منظر طبيعي، الخاصية دي بتساعدك انك تقدر تاخد نفس الوان الفلتر الموجودة في نفس الصورة القديمة وتخليها على الصورة الجديدة اللي انت تصورتها بموبايل الأوبو رينو 6. كده من حيث الكاميرات الخلفية موبايل الأوبو رينو 6 هيكون مختلف عن موبايل الأوبو رينو 5. الكاميرا الأمامية لموبايل الأوبو رينو 6 بتكون بدقة 44 ميجا بكسل، هتكون نفس أداء الكاميرا لموبايل الأوبو رينو 5 اللي برضو بيكون 44 ميجا بكسل. كمان في خاصية تانية جديدة مش موجودة في موبايل الأوبو رينو 5، وهي خاصية البوكيه فيلر بورتريه فيديو. الخاصية دي هتساعدك بشكل كبير جدا لو انت اخدت صورة معزولة بورتريه في الإضاءة العالية. هنا فعلا البورتريه هيكون ممتاز جدا مع الخاصية دي اللي هي بوكيه فيلر بورتريه فيديو، طبعا مع الخاصية الممتازة جدا اللي هي الترا ستيدي فيديو 3.0 اللي هتساعدك بشكل كبير في ثبات الصورة لو انت بتتحرك اثناء التصوير. وطبعا علشان ما اطولش عليكم، ده كان جزء من الحاجات اللي اختلفت ما بين موبايل الأوبو رينو 5 وموبايل الأوبو رينو 6. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. ياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد، وما تنساش تدعمنا بلايك لان ده بيفرق معانا بشكل كبير. شكرا ليكم.